سيوروبون، مرحبا بكم في قناتي. أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. لجأ دونغون عضو فرقة هايلايت يوم 6 يوليو إلى اليوتيوب يقدم بثا مباشرا ويعتذر لمعجبيه الذين لربما شعروا بالإسياء بعد خبر زواجه. كان قد أعلن دونغون عن خبر زواجه يوم 27 يونيو الماضي من خلال منشور على الإنستغرام قال فيه أنه سيتزوج من حبيبته في شهر سبتمبر القادم. وفي يوم 6 يوليو اعتذر دونغون لمعجبيه خلال البث حيث قال: أعتذر لأني تأخرت في التواصل معكم، أنا متوتر جدا، لقد كنت أتوق بشدة للقائكم والتحدث معكم، لكني أملك العديد من المخاوف، وبناء على الكلمات التي سأكتبها قد لا تصل لكم أفكاري ومشاعري بالطريقة التي أريدها، لهذا فضلت تقديم بث مباشر حتى لو أني توترت. أنا أعتذر بشدة لتأخري. أعتقد أنكم مستائين أكثر ومحتارين لأني استغرقت وقتا أطول حتى أتواصل معكم، لكني فعلت ذلك بسبب حذري. أشعر وكأنكم لم تكونوا قادرين على النوم والأكل بسببي. أعتذر لأني استغرقت وقتا طويلا. حاليا أشعر بأسف شديد، لذا لا أعتقد بأني قادر على التحدث معكم كما كنت أفعل بالعادة. أعتقد أني بحاجة إلى بعض الوقت. أعتذر لأني أثقلت كاهل زملائي في الفرقة والجميع بهذا الخبر. أريد أن أعتذر منكم. سوف أبذل قصارى جهدي في المستقبل. أنا أقرأ الرسائل التي ترسلوها لي وأقضي وقتي في التفكير فيها. وقد أعرب بعض المعجبين عن استيائهم من دونغون لأنه قدم اعتذاره هذا من دون قراءة رسالة جاهزة، في حين أن الآخرين كانوا غاضبين منه لأن زواجه قد يعيق أنشطة فرقة هايلايت. وهذه بعض تعليق مستخدمي الإنترنت. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو. أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيوي غاسيو كومسان ميدا.